هل تبحث عن طريقة سهلة للتحويل من باي بال إلى باير؟ هل تعتبر التحويل مسألة صعبة لأنك بحاجة إلى وسيط؟ فالتعامل بين باي بال وباير بشكل مباشر غير متاح حالياً. سنشرح في هذا الفيديو طريقة التحويل من باي بال إلى باير بأسهل وأسرع وأفضل الطرق المتاحة. الطريقة الأولى، ادخل إلى حسابك على RTM واختر إضافة الأموال واختر باي بال. أدخل المبلغ واضغط على تقديم الطلب. سيتم البحث عن نظير، اتفق معه وسيصلك بريدك الإلكتروني للتأكيد. ادخل إلى حسابك على باي بال وتأكد من التحويل، ثم اخبر نظيرك أنه قد تم الدفع. الآن اضغط على انسحب من القائمة اليسرى واختر باير واختر المبلغ الذي تريد تحويله لحساب الباير واضغط على اكتمل. الآن يتم البحث عن نظير يأخذ منك رصيد RTM ويعطيك رصيد باير. هذا هو النظير، قم بالاتفاق معه والتأكد من حسابك الباير أنه قد تم إضافة أموال إليه، وسيتم إرسال إيميل إليك يخبرك أنه تم سحب رصيد RTM من حسابك. الطريقة الثانية عن طريق موقع كريبتو ريشارج. ادخل إلى موقع كريبتو ريشارج وهذه الواجهة الرئيسية للموقع، وهو متوفر باللغة العربية والفرنسية، ومعظم التبويبات خاصة بالجزائر فقط، مثل تعبئة الرصيد ودفع الفواتير إلى آخره. وهنا القائمة الأخيرة التي تعرض لك العملات الرقمية التي يمكنك شراؤها من الموقع، ويمكنك الشراء بدون عمل حساب للموقع. أما في حال أنك قمت بإنشاء حساب فستكون فائدة لك، لأنك ستحصل على بونص 1% على كل طلب تقوم به، ويمكنك تتبع عملية التحويل بدقة. اضغط على الدخول ثم التسجيل وأدخل معلوماتك، الاسم واللقب والإيميل وكلمة السر، واكتب كلمة شكر عن الموقع وحل الكباتشا واضغط على تسجيل. ادخل إلى حسابك. هذه العملات والأرصدة التي يمكنك شراؤها في التحويل من باي بال إلى باير. اضغط على شراء رصيد باير، ادخل عنوان محفظة الباير الخاصة بك وادخل الرصيد المطلوب تحويله لباير. اضغط على حساب المبلغ ليظهر لك كم ستبقى من المبلغ بعد خصم العمولة. يظهر لك أنه عليك دفع 108 دولارات للحصول على 100 دولار رصيد باير. بعد ذلك اضغط على إضافة للسلة، وهنا سيعطيك المعلومات الكاملة لعملية الشراء. اضغط على التقدم لإتمام الطلب.
يخبرك بملاحظة أن تعبئة الأرصدة تتم من 8 صباحاً للساعة 11 مساءً، وأنك إذا قمت بعمل حساب سيتم خصم 1.5% على جميع المشتريات. بالأسفل أدخل المعلومات المطلوبة واختر الدفع بايبال واضغط على توجه. سيتم التحويل خلال دقائق وسيتم ظهور إثبات الدفع في حسابك على الفور. الطريقة الثالثة عن طريق موقع MK Exchanger. ادخل إلى موقع MK Exchanger وتحت كلمة Exchanger اختر على اليسار بيبال وعلى اليمين باير واضغط على Exchange. الآن ادخل الرصيد. قم بقص تفاصيل التحويل لتحويلها إلى صورة. احفظ الصورة وانتقل إلى موقع MK Exchanger. قم برفع الصورة من خانة Payment 2 واضغط على Confirm. إلى هنا تمت عملية التحويل بنجاح، وهذه تفاصيل التحويل كاملة. ادخل إلى حسابك على الباير للتأكد من وصول المبلغ. الطريقة الرابعة موقع Alexchanger، وهو موقع جزائري أيضا. هذه هي واجهة الموقع التي تظهر كافة البنوك والعملات الرقمية. من عمود سند اختر بيبال، ومن العمود على اليمين اختر باير، وأدخل بالأسفل عنوان محفظة الباير الخاصة بك. الطريقة الخامسة عن طريق موقع Best Exchanger. ادخل إلى موقع Best Exchanger واضغط على Exchange Monitor. على اليسار هناك عمودين Give و Get. من عمود Give اختر PayPal، ومن عمود Get اختر Buyer، وانتبه للعملة التي تريد التحويل بها، وسيظهر لك الوسيط الذي ستقوم بالتحويل عن طريقه. وانتبه أن كل بنك تقوم بالتحويل منه أو إليه سيعطيك وسائط مختلفة، وكل وسيط تختلف العمولة الخاصة به وتختلف الحد الأدنى والحد الأعلى للمبلغ الذي يجب تحويله. اضغط على الوسيط. هنا يخبرك أن كل دولار وربع دولار تعطيها كرصيد بيبال ستحصل على 1 دولار باير، وبالتالي رسوم 20% بالنسبة لهذا الوسيط، وهذه الرسوم تعد مرتفعة. ادخل الوسيط لتظهر لك هذه الصفحة. من عمود يو سند اختر بيبال، ومن عمود يو ريسيف اختر باير.
أدخل المبلغ الذي تريد تحويله وإيميل بايبال والبريد الإلكتروني، وادخل بالجهة اليمنى إيميل الباير واضغط على إكسشينج ليتم التحويل خلال 3 ساعات. تأكد من إتمام المعاملة بحسابك على البايبال وتأكد من إضافة الرصيد لحسابك على باير. الطريقة السادسة من موقع موني إكسشينج، ادخل إلى موقع موني إكسشينج واضغط على أكاونت بإنشاء الحساب. أدخل معلوماتك ووافق على شروط الموقع واضغط على تسجيل. ستصل رسالة إلى بريدك الإلكتروني لتأكيد التسجيل. ادخل لحسابك من لوج إن وأدخل المعلومات المطلوبة مرة أخرى من الاسم والدولة والرمز البريدي والمدينة إلى آخره، واضغط على سيف شينج. بالأعلى اضغط على إكسشينج، وهذه هي البنوك التي يقوم الموقع بدعمها. اختر بايبال وانتبه للعملة الدولار أو اليورو، واختر بالخانة اليمنى الباير. أدخل المبلغ الذي تريد تحويله وسيتم اقتطاع 25 سنت على كل دولار، بالتالي عمولة التحويل لهذا الموقع هي 25%، ولكل بنك تريد تحويل منه أو إليه هناك حد أعلى للتحويل، وهناك عمولة مختلفة أيضاً. بالنسبة للبايبال الحد الأعلى هو 10 دولارات فقط، يمكنك تحويلها كل مرة. اضغط على إكسشينج وأدخل إيميل بايبال وعنوان الباير الذي تريد التحويل إليه. وافق على الشروط واضغط على إكسشينج، سيعطيك عنوان بايبال للتحويل إليه. ادخل إلى حسابك على البايبال وقم بعملية التحويل التي ذكرناها قبل قليل. ليقوم الموقع بإرسال المبلغ لك إلى حسابك على باير، وتأكد دائماً من وصول المبلغ على باير. كما يمكنك بكافة المواقع التي ذكرناها التواصل مع الدعم إذا حدثت مشكلة. شاركونا استفساراتكم بالتعليقات وآراءكم بالنسبة لهذه المواقع التي ذكرناها بعد تجربتها، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.